رجل في وقت متأخر من الليل وفي طريقه إلى البيت أراد أن يسلك طريقا مختصرا عبر المقبرة، وبينما كان يمشي سمع صوت ضرب مطرقة فشعر بالخوف وبدأ يسرع في مشيته، ولكن يبدو أن الصوت يعلو ويقترب، فبدأ يجري ويراوغ بين القبور، ولكن الصوت يزداد قوة، فبدأ يجري أكثر إلى أن كاد يصطدم برجل منحني ينقر على شاهد القبر، فقال له: بسببك كدت أموت من الرعب، كنت أعتقد أنك جني أو شبح، ماذا تفعل في هذا الوقت المتأخر من الليل في مقبرة؟ فنظر إليه الرجل وعاد للنقر من جديد وقال: لقد كتبوا اسمي بالغلط وها أنا أصحيح. قد رزقت أيضا هذه السنة، المرة هذه بسببك. كيف؟ لأنك قضيت كل السنة تلعبين، فقط في اليومين الأخيرين دعيتيني.